اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات الاي كي اف بريد توكس او حديث السلالات. في الحلقات دي هنقرب ونتعرف في كل حلقة على سلالة جديدة بشكل سهل وبسيط، هيساعد اللي عنده كلب انه يفهم خصائص سلالة كلبه، او اللي لسه عايز يقتني كلب انه يختار السلالة اللي تناسبه وتناسب اسلوبه ونمط حياته. ودلوقتي معدنا مع المجموعة التامنة. المجموعة التامنة بتضم سلالات الريتريفرز والفلاشين دوجز والووتر دوجز. سلالات المجموعة دي سلالات نشطة ويقظة، كتير من سلالات المجموعة دي بتكون متعددة الوظائف اللي تم انتاجها وتربيتها علشان تشتغل بشكل وثيق في خدمة الانسان. سلالات المجموعة دي بتستمتع بالمشي المسافة الطويلة او الجري ولعبة الجلب والاحتار، وكمان مقاومة للتعب والطقس السيء مع حس عالي لشم الروائح وشغف كبير لجلب واحضار الاشياء. سلالات المجموعة دي سلالات ذكية جدا ونشيطة وودودة ولطيفة وبيستمتعوا جدا بالشغل. بالنسبة لسلالات الريتريفرز، هي سلالات تم انتاجها وتربيتها في المقام الاول لجلب واحضار الطيور او الفرائس للصياد بعد ما بيصطادها من غير ما تسبب فيها اي ضرر، وكان نتيجة الغرض ده ان سلالات الريتريفرز يتم انتاجها بخاصية مميزة جدا، وهي ان فكهم يكون لين، لان لو فكهم قوي فده هيخليهم يسببوا ضرر في الفريسة اللي هيرجعوها للصياد. كل ده غير رغبتهم الكبيرة جدا في ارضاء وطاعة اصحابهم وكمان التعلم منهم. رغبة الريتريفرز في ارضاء اصحابها وكمان تقبلها العالي جدا للتدريب خلى لسلالات زي اللابرادور والجولدن ريتريفر والبورتوغال وارر دوغ استخدام ككلاب مساعدة. اما بالنسبة للفلاشين دوجز، فكل سلالات الاسبانيلز كان بيتم انتاجها مخصوص علشان تهش الطيور من اراضي الحقول علشان الصياد يقدر يصطادهم وبعد كده تروح تجيبهم. وفي اواخر القرن ال17 كانت سلالات الاسبانيلز اتخصصت وتم انتاجها للشغل في المية وعلى الارض زي الكلامبر سبانيل والانجليش سبرينجر سبانيل. والسلالات دي بتشتغل في المية، منهم بيكون عندها معاطف كثيفة ومجعدة واللي بيخليها مقاومة للمية علشان تحميها في جميع الظروف الجوية. سلالات الاسبانيلز دي مشهورة جدا بحبها للناس واللي خلتهم كلاب عائلية رائعة. اما الوارر دوجز او كلاب المية، فهي السلالات المشهورة بالشغل في المية وبنلاقيهم بيخدموا صيادين المية. والسلالات دي بتتميز جدا في عدم خوفها من المية، ده بالعكس بيكون عندها رغبة قوية جدا في السباحة مش كده وبس، لا وبتقدر تغطس تحت المية، وطبعا دي من اهم سمات بتميز سلالات المية. وبكده نكون خلصنا حلقتنا اللي بنتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للحلقة وتعملوا شير لصحابكم مهتمين بموضوعها او اللي بيربوا او حتى اللي بيحبوا الكلاب. تقدروا تشوفوا الحلقات القديمة وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان توصلكم إشعارات الحلقات الجديدة. نشوفكم في حلقة جديدة.